كما تعلمون اليوم كنعيشوا نهائية كأس العرش الموسم الرياضي 2022-2023 في رياضة طونكسودو. كتعرفوا بأن كأس العرش عنده واحد طعم خاص، عنده واحد الإحساس خاص، إلى درجة راه مش غير رياضة طونكسودو، ربما جميع الرياضات وحتى المغاربة ملي كيسمعوا أن كاين نهائية ديال كأس العرش، يعني شيء غريب وغريب جدا، إلى درجة كنتجاوزوا بحال لعب بطولة إفريقية أو بطولة دولية. فكأس العرش كيبقى من الأولويات لجميع الرياضات من المغرب، إلى درجة أن الجامعة الملكية المغربية للطونكسودو وقع عقد مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومن بين الأهداف ديالو هو تنظيم كأس العرش.